انا عندي ثلاث رسائل. رساله للكابتن الخطيب هتقول له فيها ايه؟ عايز اقول له يعني اولا يعني شيء كويس اللي اتعمل لكابتن خطيب، يعني اللي انت ماشي بيه ربنا معاك، يعني لان شايل حمل كبير يعني الكلام ده كله. وعايز اقول ان يعني مهمه رئيس النادي الاهلي دي مهمه صعبه جدا، لان الناس لا ترضى الا بشيء واحد بس، خدت بالك؟ الفوز، المكسب، تبقى بطل. ودي مساله صعبه جدا جدا جدا، لانك انت مش بتلعب بلاي ستيشن لوحدك يعني، ولا بتلعب ده، انت في كيان تاني. ربنا يوفقك يعني، يكون معاك. الرساله الثانيه للدكتور حسن مصطفى هتقول له فيها ايه؟ عايز اقول له ان يا دكتور حسن، انك لما تبقى اكتر من 10 سنين تاخد انت على الاقل ثلاث او اربع، والله ما انا فاكر خمس دورات بالتزكيه، ده شيء فخر عظيم جدا. انت وسام على صدر كل مصري، قيمه وقامه لمصر ما شاء الله للعالم كله. الحاجه جميله جدا جدا، ربنا يديك الصحه والعافيه يا كابتن حسن. بس انا عايز يا كابتن حسن يعني انك انت الفتره الجايه ديت احنا محتاجين نعدل في قانون الرياضه، او نغير قانون الرياضه بما يفيد يعني الرياضه المصريه، وبما يعيد وجود الدولة المصرية في المكان الصحيح بتاعها. لازم الدولة تبقى موجودة في حاجات كتيرة جدا. عايز اقول له ربنا يبارك لك في صحتك، اللي انت عملته للهاندبول في مصر، واللي انت بتعمله للهاندبول في العالم كله دلوقتي الحقيقة، تنظيم يعني كاس العالم الفترة الاخيرة في مصر هنا كمان اللي تلعب حاجة، ربنا يعني ربنا يجزيك خير يعني. طيب